السلام عليكم طلبة الفرقة الثالثة. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا في مادة النيوتريشن عن الفود اكسشينج ليست. كان نفسي بصراحة أكمل معاكم المحاضرة دي فيس تو فيس، بس قدر الله ما شاء فعل. هنكمل كلامنا إن شاء الله عن الفود اكسشينج ليست. المحاضرة دي مهمة جدا 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 وضرورية عشان نكمل كلام المحاضرة اللي فاتت. لما نيجي نتكلم عن الفودز، جروب قسم الفود لسبعة جروب كبار. الجروب الأولاني بنسميه الستارشز، ده بقى في الستارشز والبينز بيبقوا تقريبا في جروب واحد. فروتس، فاكهة، الملك، الألبان، فيجيتابلز، الخضار، السويتس، الحلويات، الكربوهيدرات التانية، والميتس والفات. يبقى أنا عندي كام؟ سبعة جروبس من الأكل: الستارشز، فروتس، ميلك، فيجيتابلز، سويتس، ميت، أند فاتس. هنبص كده، هناخد في كل جروب هنشوف عدد الكربوهيدرات اللي بيديها، وعدد الفات كم بيدي، كام جرام فات وكم جرام بروتين، والكالوريز. يبقى انا كل جروب كل هشوفه الوحده فيه بتديني كام جرام كربوهيدرات وكام جرام فات وكام جرام بروتين، وتديني في التوتال بتاعها كام كالوريز. لما نيجي نبدا بالستارشز، الستارشز قال لك السيرفنج في الستارش تدي 15 جرام كربوهيدرات و3 جرام بروتين و0 فات و80 كالوريز. تدي كام؟ 80 كالوريز. يبقى تاني بتدي 15 جرام كارب، بتدي 3 جرام بروتين، وبتدي جرام واحد او زيرو فات. احنا بنعتبرها بتدي زيرو فات. بتدينا كام كالوريز حضرتك؟ بتدينا 80 كالوريز. بتدينا 80 كالوريز. طيب يا دكتور، ايه امثله الستارش؟ حاجات كتيره جدا للستارش، اظهرهم اشهرهم بالاستخدام احنا طبعا العيش، خلاص، فالرغيف البلدي اللي ابو رده ده، الربع ده وحده، ربع الرغيف ده يعتبر ايه؟ وحده. فربع الرغيف بيدي 15 جرام كارب ب 3 جرام بروتين وزيرو فات. ايه كمان امثله تاني؟ السن. طب هو في عندي كذا نوع من انواع العيش، طب السن، نص الرغيف السن بيدي يعتبر وحده ستارش. ودول اكتر حاجتين بنستخدمهم في مين؟ بنستخدمهم في الدايت. ايه كمان تاني؟ عندنا البطاطس، عندنا البسكوت، عندنا الحاجات دي كلها تعتبر من الستارشز. ولو بصيتوا في الجداول اللي في الداتا كده هتلاقوا كل نوع من انواع الستارش والوحده قدامه، كل نوع والوحده قد ايه بتاعته، كل نوع والوحده قد ايه. المطلوب من حضراتكم برضو ان هناخد الجداول دي ونحاول نترجمه للعربي، ناخد، وده المفروض كان اسايمنت هتاخدوه على المحاضره دي، ان هنحول كل نوعيات الاكل دي في الستارشز او في اللي جاي، كل الجداول دي كلها نحولها او نترجمها، نعملها ترانسليشن للعربي بحيث تبقى معانا النسخه العربي بتاعتها. المهم، طيب، فمعنى كده ان الستارش، وحده الستارشز خلاص بتدي 15 جرام كربوهيدرات و3 جرام بروتين و0 جرام فات. ركز معايا، يعني كل واحده في الستارش بتدي 15 جرام كارب، 3 جرام بروتين و0 جرام فات. عندنا بقى الجرينز والباستا، كل الجداول دي لو ترجمناها هتلاقي كل انواع الاكل الستارشز اللي نازله تحت قائمه الستارش او تحت لستة الستارشز موجوده عندك بالوحدات بتاعتها. الستارش فيجيتابلز وانواعها. نيجي بعد كده للبينز، البقوليات. طيب البقوليات بيعتبروها واقعه تحت الايه؟ الستارشز، بس في فرق بين الستارشز والبقوليات. واحدة البقوليات طبعا مش اشهر مثال للبقوليات هي الفول والعدس والبسلة واللوبيا، كل ده بنسميه ايه؟ بقوليات. طب البقوليات السيرفنج في البقوليات او في البينز، كل واحدة تديك في البينز 15 جرام كربوهيدرات زيها زي الستارشز، بس خد بالك في فرق في البروتين، ان الستارش بتدي 3 جرام بروتين، لكن البقوليات بتدي ايه؟ تدي سبعة جرام ايه؟ بروتين. بتدي من زيرو لتلاتة فات، بتدي من زيرو لتلاتة فات. في ناس تمشي تعتبرها ان هي زيرو ده صح، وفي ناس تعتبر ان هي تلاتة وده صح، فاحنا ممكن نعتبرها برضو هنا زيرو فات. بتدي زيرو فات، بتديك حضرتك 125 كالوريز. الستارش كانت بتدي كام كالوريز؟ 80 كالوريز. لو احنا خدت كده الستارشز وخدت مين؟ البينز الفول او العدس. طبعا انا عارفين ان 3 معالق هي الوحده، 3 معالق كبيره
هي السيرفنج، يعني السيرفنج بتساوي 3 معالق كبيرة. يعني مثلا لو هتوصف لحد فول يبقى 3 معالق فول أو 3 معالق عدس، ده هي الوحدة. فالوحدة دي بتدي كام؟ 15 جرام كارب، 7 جرام بروتين من 0 ل 3 جرام فات، واحنا هنعتبرها ان هي ايه؟ زيرو. الكالوريز بتاعتنا 125 كالوريز، الستارش كانت 80 كالوريز. فمعنى كده يا دكتور خد بالك ان البينز بتدي كالوريز اعلى من مين؟ من الستارش. البينز بتدي كالوريز اعلى من الستارشز. طيب طبعا انا ممكن اوصف الوحده دي يا اما بالكب يا اما ايه بالمعالق. يعني لو هوصف بالكب هو انا بوصفها لك بالكب، تلت كوبايه نص كوبايه. لو جينا بصينا على على التلت كوبايه هتلاقيهم معلقتين، نص كوبايه هتلاقيهم 3 معالق، وهكذا. فروت اند فروت جوسز، الفاكهة والعصاير. الفاكهة والعصاير حضرتك السيرفنج في الفاكهة طبعا هي سمرة متوسطة. الفاكهة دايما بتبقى ايه؟ الواحدة مش بتساوي سمرة فاكهة متوسطة. السيرفنج في الفاكهة بتدي 15 جرام كربوهيدرات، بتدي كربوهيدرات فقط لا غير. بتدي كام؟ 15 جرام كربوهيدرات. تضرب 15، كل جرام بدي قلنا بدي 4 كالوريز، 15 في 4 بيدي كام؟ 60 كالوريز. بيدي 60 كالوريز. يبقى كل سيرفنج هتدي 15 جرام كربوهيدرات فقط لا غير، بتدي 60 كالوريز. جميع انواع الفاكهه بقى عندك، وكل طبعا الوحده بتاعت العصير او نص بتبقى نص كوبايه عصير، والفاكهه بتبقى فاكهه ثمره فاكهه متوسطه، او هناك كاتبها لك بالاوز بقى بالوزن، او لو بصينا الابلز كاتبه ب4 رينجز. فاحنا نبص كده، عشان كده بقول لك من المهم انك تترجم الجداول دي لعربي عشان تعرف تعمل بعد كده الجدول بتاعك بتاع الاكل. نكمل معاك جداول الفاكهة، نكمل معاك جداول الفاكهة، مكمل معاك جداول الفاكهة. كل انواع الفاكهة موجودة في الجداول بالسيرفنج بتاعتها، كل انواع الفاكهه موجوده بالسيرفنج بتاعتها. نيجي بقى للملك. لما تيجي تتكلم على الملك، الملك في 3 انواع من الملك. في عندك السكيم ملك، في عندك الميديم ملك، في عندك الهول ملك. طيب السكيم ملك بيدي كام؟ طبعا لما تشوف كل سيرفنج من السكيم ميلك او اللو فات ميلك بنسميه، بتدي 15 جرام كربوهيدرات، 8 جرام بروتين، 3 جرام فات. 3 جرام فات بتدي 100 كالوريز. يبقى 15 جرام كارب، 8 جرام بروتين، 3 جرام فات، وبتدي حضرتك كام كالوريز؟ 100 كالوريز. ده مين؟ ده السكيم ميلك. ده السكيم ميلك. ابرديوست ميلك، كل واحدة في الريديوس تدي 15 جرام كارب، 8 جرام بروتين، 5 جرام فات، تدي كام؟ 120 كالوريز. يبقى السكيم بيدي 15 8 3 100، لكن الريديوس بيدي 15 8 5 120. طيب كامل الدسم بقى اللي هو الميلك سيلكشنز بيدي كام؟ بيدي 15 8 8، 160 كالوريز. 15 8 8 160 كالوريز. خد بال حضرتك انت طول اليوم ات مينيمم محتاج وحدتين على الاقل ملك، يعني اقل حاجة تاخدهم وحدتين ملك، وحدتين البان في اليوم كله، اقل حاجة من وحدتين لاربعة ات مينيمم وحدتين البان. طيب هنا ايه امثلة الالبان عندك؟ الزبادي 2 كوبايات الزبادي واحدة، التلتين كوبايات الزبادي الصغيرة دي واحدة، نص كوباية اللبن دي واحدة. عندنا أمثلة كتيرة جدا للألبان، كل دي الجداول دي بقى تديك نوعيات للبن. كل ده
انواع السويتس، كل ده انواع مين؟ انواع السويتس الموجوده عندك، وانواع الاكل الموجوده كلها بالسيرفنج بتاعتها بالسعرات بكل حاجه. الجداول العدد دي كلها يا جماعه مهمه جدا في غايه الاهميه، عشان الجداول دي هي اللي المفروض نترجمها عربي وهنختار منها، ولما اجي اختار هختار بالوحده. طيب نان ستارشي فيجيتابلز، نيجي بقى لمين؟ للخضار. خد بال حضرتك الخضار ده لو مطبوخ يبقى نص كوباية، يبقى بالايه؟ بالكوباية. لو عصير يبقى نص كوباية، لكن لو الخضار كده بيبقى ثمرة الخضار هي الوحدة بتاعتنا. طب اتش سيرفينج بتدي 5 جرام كارب، 2 جرام بروتين، 0 جرام فات، 25 كالوريز. يبقى فيها ايه؟ 5 جرام كارب، 2 جرام بروتين، 0 جرام فات، تدي كام؟ 25 كالوريز. 25 كالوريز دي بقى انواع مين واشكال الخضار الموجوده عندك. يلا بينا بقى نبص على الميت والميت سبستيتيوت. طبعا لما تيجي تبص على الميت واللي بينزل تحت الميت، عندك البيض وعندك الجبنه المثلثات وكل ده بينزل لك تحت مين؟ تحت الميت. والاسماك والفراخ كل ده ايه؟ يعتبر ميت. فلما تيجي تبص على اللين ميت هي اللحمه الحمراء، اتش سيرفنج تدي 0 جرام كربوهيدرات، دي حاجه الوحيده ما تديش ايه؟ كارب. يعني لو بصينا كده دي الحاجه الوحيده ما تديش ايه؟ كارب. بتديك 7 جرام بروتين، بتدي 3 جرام فات، 25 كالوري. بتديك كام؟ 25 5 سوري 45 كالوري. ده مين؟ ده اللين ميت، دي اللين ميت. طيب دي بقى ايه؟ كل انواع الميت، كل انواع الميت اللين ميت. يلا بينا نبص على الميديم فات سيلكشن. الميديم فات سيلكشن لما تيجي تبص عليها السيرفنج في الميد في الميديم فات سيلكشن بتدي 0 جرام كارب، بتدي 7 جرام بروتين، بتديك 5 جرام فات. بتدي كام؟ تقريبا 5 جرام فات. واكتب لك من 4 ل 7 بس هي يعني تقريبا بتدي 5 جرام فات. الكالوريز بتاعتها 75 كالوريز، يبقى كانت اللين 45. ولما تيجي تبص على الميديم مديها 75 كالوريز. طب امال يا دكتور يا دكتوره الهاي فات سيلكشن، يعني اللحوم اللي فيها دهون كتيره زي اللحم الضاني واللحمه اللي بيبقى فيها اللي احنا بنسميها اللحمه الملبسه، اللي هي اللحمه بيبقى فيها اجزاء بيضه. اتش سيرفنج بتدي 0 كربوهيدرات، بتدي 7 جرام بروتين، بتدي 8 جرام فات، بتديك 100 كالوريز. بتدي 100 كالوريز. يبقى عندك في الميت 3 انواع، عندك اللين ميت خلاص النوع الاولاني بيدي 0 كربوهيدرات، 7 بروتين، 3 فات، بيديك كام؟ 45 كالوريز. طيب بالنسبه للميديم تدي 0 جرام كارب، تدي 7 جرام بروتين، تدي 5 جرام فات، تدي تقريبا 75 كالوري. الهاي فات تدي 0 كارب، 7 بروتين، 8 فات، بتدي 100 كالوريز. بتدي كام؟ 100 كالوريز. نيجي للفات. اول حاجه المينو ساتوريتد فات واشهرهم اللي هو مين؟ زي ما قلنا قبل كده زيت الزيتون بيدي 0 كارب، بيدي 0 بروتين، بيدي 5 فات، 45 كالوري، 5 9 45. يبقى الراجل بيدي 0 كارب و 0 ايه؟ بروتين، بيدي 5 جرام فات. ده المونو ايه؟ ساتوريتد فات، ده المونو وده افضل. طب البولي ان ساتوريتد برضو بيدي نفس القصة، هو 5 جرام فات، 45 كالوري، 45 كالوري. دي أمثلة بولي ساتوريتد، أمثلة للساتوريتد. يلا بينا نبص بس على الجدول ده كده سريعا عشان ده ملخص الدنيا كلها. طب ملخصا كده او السامري بتاعنا، خد بال حضرتك ان لما تيجي تبص كده قسمناهم الستارش بينز ميلك فروت فيجيتابلز ميت اند فات، كل سيرفنج من الستارش
بتدي 15 جرام كارب و3 جرام بروتين، 0 جرام فات، تدي 80 كالوريز. تدي كام؟ 80 كالوريز. طيب، وكل جرام او سوري كل سيرفينج من البينز تدي حضرتك 15 كارب، تدي 7 جرام بروتين، تدي 3 جرام فات، او زي ما احنا اتفقنا هنسميها زيرو فات، هنعتبرها زيرو فات، تدي 125 كالوريز. تدي كام؟ 125 كالوريز. طيب الملك، في عندك 3 انواع من الملك، عندك السكيم والريديوست ولول. سكيم والريديوست ولول، يبقى منزوع دسم، نص دسم، كامل الدسم، كلهم بيدوا 15 كارب، كلهم بيدوا 8 بروتين. تيجي تبص بقى السكيم بيدي 3 فات، بيدي 5 جرام، الريديوس بيدي 5 فات، والول بيدي 8 فات. بص على الكالوريز، السكيم بيدي 100 كالوريز، والريديوس بيدي 120، والول بيدي 160 كالوريز. بيدي 160 كالوريز. الفروت، الفاكهة، فروتس بتدي 15 جرام كارب فقط لا غير. بتدي كام؟ 15 جرام كارب، 15 × 4 بتدي 60 كالوريز. بتدي كام؟ 60 كالوريز. فيجيتابلز بتدي 5 كارب و2 بروتين، بتدي 5 كارب و2 بروتين، 25 كالوريز. الميت حضرتك بتدي كام؟ الميت لما تيجي تبص عليهم كلهم ما بيدوش كارب، وكلهم بيدوا 7 بروتين، لكن اللين هي اللحمة الحمراء بتدي 3 جرام فات، 45 كالوريز. تدي كام؟ 45 كالوريز. طبعا انا مكتوب 55، لكن هي فعليا بتدي كام؟ 45 كالوريز. الميديم تدي 7 بروتين، 5 فات، تدي 75 كالوريز. الهاي تدي 7 بروتين، 8 جرام فات، 100 كالوريز. والفات تدي كام؟ تدي 5 فات، 5 × 9 = 45 كالوريز. ده الجدول، ده مهم جدا جدا جدا، الجدول ده مهم جدا جدا جدا. يبقى انت هتصلح بس اللين هنا، هتبقى بدل 55 هتبقى كام؟ 45. نيجي بقى نبص على كده، الدنيا واضحة، بدأت توضح معانا شوية. الدايت بلاننج اللي خدناه المحاضرة اللي فاتت، قلنا الايدال بادي ويت بيساوي الطول ناقص 100، الادجستد بادي ويت بيساوي الايدال بادي ويت زائد 4 من 10 في البادي ويت ناقص الايدال بادي ويت، البادي ويت الحالي ناقص ده لو هشتغل على الايه، على الادجستد. قلت لكم في المحاضره لو تفتكروا انك انت لو الفرق بين الايدال والوزن الحالي اقل من 20 هشتغل على الايدال بادي ويت، لو الفرق اكتر من 20 كيلو هشتغل على مين؟ على الادجستد بادي ويت. كمان جيت يا دكتور قلت لكم ايه كمان؟ توتال كالوريز بتساوي ايه؟ بتساوي الايديال او الادجست بودي ويت في 24 في 1.3 او 1.4 او 1.5، قلنا هنثبتها على 1.4. ده احنا جينا قلنا كمان البروتين ديماند بيساوي 1.6 في مين؟ في البودي ويت، سواء كان ايديال او ادجست. والكارب بتساوي 55% من التوتال كالوريز. ساتوريتد فاتي اسيد بيتساوي 5% من التوتال كالوريز، والبولي ان ساتوريتد 10%، والمونو ان ساتوريتد بتساوي كام؟ 14%. مش ده اللي خدناه المره اللي فاتت واشتغلنا حسابيا عليه، طيب انا النهارده هكتفي بكده، يعني الجدول اللي خدناه ده النهارده خلاص. بس المطلوب من حضراتكم نفس المثال ده، هنعمل الاسسمنت بتاعه زي ما احنا عملناه، ادي النيوتريشنال اسسمنت بتاعنا خلاص، واللاب اسسمنت، والهايبرتنشن، دايابيتس، وبدات اعمل الدايت بلاننج بتاعي خلاص. هبدا احسب على الدايت بلاننج ده، وهبدا اعمل الجدول بتاعي. عايز الجدول بتاعك هيتقسم، الجدول بتاع حضرتك هتقسمه لي، لحظه معايا حضراتكم، الجدول بتاعك لما تيجي تكتب هيتقسم لكذا حاجة. اول حاجة هتحط انك انت عايز، ولا اقول لكم طيب خلاص يعني عشان يعني نبدأ نفهم اكتر، هنعمل الجدول ده، هنوقف لحد عنده النهاردة خلاص. المحاضرة الجاية ان شاء الله هبدأ معاك واحل المسألة دي اونلاين مع بعض، هنحلها
خلاص، بس على قد ما نقدر نبدأ من دلوقتي. انا بقيت افهم عايز كام، اللي عايزه منكم في الجدول تعملوه، عايز كام وحدة ستارش، خلاص عايز كام وحدة بينز، هتحط كام وحدة ميلك، هتحط كام فروت، كام فيجيتابلز، كام ميت، كام فات. في مع تعليمات كده هقول لكم سريعا. لما تيجي تحط زي ما اتفقنا الميلك ما يقلش عن وحدتين في اليوم، الفاكهة والخضار مع بعض ما يقلوش عن 8 وحدات في اليوم، ما يقلوش عن كده، ممكن يزيدوا عن كده اوكي، بس ما يقلوش عن كده. ودايما لما تيجي تستخدم حضرتك هستخدم مين؟ اللين ميت. هستخدم مين؟ اللين ميت. هستخدم اللين ميت. واخر حاجة هحطها بالنسبة لي هي الفروت، لان لو لاحظت كده الفروت هي الوحيدة اللي بتدي 15 جرام كارب، بتدي زيرو بروتين، وبتدي زيرو فات. يعني لو بصيت كده هتلاقيهم هي الوحيدة فقط لا غير، بتدي كارب بس. يعني انت عندك في حاجات بتدي ايه، نوعيات معينة، يعني مثلا الميت دي ما بتديش كربوهيدرات خالص، هي ولا الفات ما بيدوش ايه كارب خالص. فناخد بالنا كويس جدا. انا عايزكم بس يعني تحلوا المثال اللي عدى ده، هو المثال ده خلاص في ال الفود اكسشينج تيبل بتاعنا. هتحط لي بس انا عايز كام واحدة من كل نوع، عايز كام، هستخدم كام واحدة من كل نوع من انواع الاكل، اللي هي الستارش والبينز والميلك والفود والفروتس والفيجيتابلز والفات والبروتينز او الميت. خلاص هستخدم كام واحدة فيهم خلاص. وان شاء الله الفيديو الجاي اللي هنزله لكم ان شاء الله يوم الاحد باذن الله تعالى، الفيديو التاني هينزل لكم يوم الاحد ان شاء الله، هيبقى هنحل المثال ده مع بعض، هنحله اونلاين مع بعض. ويا ريت بس نحضر نفسنا ونجهز نفسنا عشان ايه، نفهم كويس ونستوعب، لان انا عارف هي للاسف يعني المحاضره دي كان لو اتشرحت فيس تو فيس كانت هتبقى افضل بكتير. شكرا لكم، واتمنى انكم فهمتوا حاجه باذن الله تعالى ان شاء الله. لو اي في فيدباك يا جماعه كومنتس على مين على المحاضره ان شاء الله. شكرا.